اعتبر حواس خليل القيادي في المجلس الوطني الكردي المشارك ضمن وفد المعارضة في مؤتمر جنيف، اعتبر أن رؤية المجلس لمستقبل سوريا تتضمن أن تكون دولة علمانية ديمقراطية متعددة القوميات والأديان. بنفس الوقت نرى بأن أن تكون الدولة سوريا أن تكون دولة حيادية غير ملحقة بأي فئة من فئات الشعب السوري، هي ليس دولة عربية ولا دولة كردية ولا دولة سريانية أشورية، بقدر ما هي سوريا دولة موطن ليجمع بين هذه الشعوب جميعا، يجب أن يكون حيادية وأن لا يتحكم فيها الدين، أن يكون هناك فصل بين الدين والدولة. ويغيب عن محادثات جنيف حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي الذي يعد أحد أهم الفصائل الكردية على الأرض، وذلك على خلفية رفض تركيا مشاركته في المحادثات وتصنيفها إياه كمنظمة إرهابية.